يشدنو أنه بيروت احتفلت بليلة رأس السنة بشكل رائع. يعني هيدي بيروت اللي بدنا نشوفها، هيدي حبيبتنا بيروت. وإطلاق النار العشوائي أدى لسقوط جرحى. كنت عند حبيبتي عم شو اجت رصاصة ضربت فيني، عم شافت لي يا حبيبتي عم لا شافت دم عم سافروني دوري المستشفى. مع الأسف مع بداية 2018 التبقى رح تصير 11%. سونا ألف سلعة موجودة في الأسواق اللبنانية، 60% منها يخضع لضريبة TVA وستتأثر أسعاره بشكل مباشر كالشوكولا والمعلبات ومستحضرات التجميل والصابون وغيرها.